راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الدرس الماضي درسا يعني مليئا بالجدية والتغييرات، وحقيقة هو من الدروس المهمة. لماذا؟ لأنه يعني يقود إلى فهم المتحدث والمخاطب. فكثير منا بالذات من يتحدث اللغة العربية كلغة ثانية يعني يجد صعوبة في التذكير والتأنيث وهكذا، لأنها يعني بعض اللغات سهلة ولا يفرقون بين المذكر والمؤنث في استخدام الضمائر. فالضمائر كانت يعني قليلا تحتاج كثيرا من الجهد حتى يعني تفهم. أبدأ بأسئلة بسيطة ثم ننتقل إلى الدرس الذي يلي ذلك. أنا سأعطي جملة وأريد منكم أن تحولوها إلى جمع المؤنث. طيب، جمع المؤنث. طيب، لعلنا نختار جملة بسيطة جدا ونقول سأعطي الجمع المذكر وأنت تعطيني يا مبارك جمع المؤنث. أنتم ذهبتم إلى المدرسة. أنتن ذهبتن إلى المدرسة. طيب، أنا سوف أعطي، شكرا لك يا مبارك أرحم، أنا سوف أعطي جملة بالمفرد وأنت تحولها إلى الجمع. أنا طالبة في المدرسة. نحن طلاب في المدرسة. أحسنت، لكن نحن طالبات، نحول كلمة طلاب. أنا قلت أنا طالبة، فأنت تقول نحن طلاب. لا، أنا أعرف أنك لأنك تتحدث عني كرجل، لكن عندما نجيب نجيب حسب الجملة التي أعطينا إياها. أنا طالبة نحولها نحن طالبات في المدرسة. أحسنت، أنا وضعت هذا المثال يعني ليس بقصد، لكن أنت يعني أجبت صحيحا، نحن طلاب صحيحة، لكن لابد أن نحول حسب ما هو موجود لدينا. طيب، هارون، لعلكم يعني تحولون الجملة التي سوف أذكرها إلى جملة يعني مختلفة. يعني أنت ممرضة في المستشفى، أريدك أن تحولها إلى جمع. أنتن ممرضات في المستشفى. أحسنت، شكرا لكم، يبدو لي أن كل شيء على ما يرام. الواجبات كانت جيدة، كتبتم الواجب وحليتم الواجب بشكل صحيح. شكرا لكم على كل ما تقدمونه يعني من جهد في يعني في الدراسة والتعلم، وإن شاء الله سوف يعني تنتهي بكم المطاف إلى تحدث اللغة العربية بكل طلاقة. اليوم إن شاء الله سوف ننتقل إلى الدرس 35، وفي هذا الدرس سوف يعني نناقش أمور كثيرة عن أسماء الإشارة للقريب للبعيد للعاقل وغير العاقل، فسوف ننوع عن ما درسناه سابقا. فلمن هذه الأقلام يا محمد؟ لمن هذه الأقلام يا محمد؟ So our lesson today will be different because we will use these pronouns like this and that, these and those, but we use them for human and non-human. So in Arabic we have differences. المدرس، لمن هذه الأقلام يا محمد؟ نحن ننظر إلى كلمة هذه على سبيل المثال هنا، هل هي مفرد أم جمع؟ هذه سبورة، هذه نافذة، كنا نقولها للمفرد، لكن عندما تكون للعاقل نقول هذه بنت، وعندما نقول هذه وغير عاقل يتبع ممكن أن يكون جمع. هذه الأقلام، أقلام قلم جمعها أقلام، سوف نوضح ذلك من خلال الشرائح.
ننتقل إلى الدرس مباشرة، ولعلنا نقرأ هذا التمرين. نبدأ من مبارك السطر الأول. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ طيب، إذن هذه مفرد، هذه مفرد، وأقلام جمع. هذا أول ملاحظة. أكمل الجملة. هي لي يا أستاذ. أحسنت. So we need to see here the word this, this and this situation should be followed by a singular noun because it's singular in itself. But because it's non-human, aqlam, pens, non-human, we use plural with the singular form. So this is important in Arabic. We use this and that, and if they are followed by non-human nouns, we have them plural as well. So it's used for singular and plural for non-human. And if it's human, we have big difference, as we will see. طيب نقرأ التي بعدها يا أرحم، تفضل. هي جميلة جدا، وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ أيضا عندنا هذه أهي للجمع، أهي للجمع. نقول in English we say they for non-human and human, but in Arabic if it's non-human, we use the singular form before the noun. So ahiya, ahiya. طيب أكمل. لا هي لحامدين. إذن هنا هي تعود إلى الأقلام، فقلنا أنها غير عاقل. أكمل يا هارون، تفضل. شكرا لك يا أرحم. أين دفاتركم يا إخوان؟ أحسنت. دفاتر، دفاتر جمع. عاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل. غير عاقل. So notebooks non-human. That's why we used هي. أكمل. هي هنا على هذا المكتب. أحسنت. وقلنا هذا مذكر، المكتب، هذا المكتب. طيب واضح لكم. طيب نحن نستخدم هذه وهي، لماذا استخدمت مع الجمع؟ لأنه غير عاقل، للجمع غير العاقل. طيب ننتقل إلى التمرين مباشرة ونتأمل هذه الأمثلة. انظروا إلى المفرد، هذا المفرد الذي بالأعلى وهذا الجمع. So we have this singular and the second line for the plural. نقرأ يا مبارك السطر الأول. هذا طالب جديد، هو من أمريكا. انظروا، هذا هو، طيب عاقل. طيب نريد أن نكمل في العاقل، so human. السطر الذي تحته مباشرة مبارك، تفضل. هؤلاء طلاب جدد، هم من أمريكا. أحسنت. So واضح لكم، إذن هو تتحول إلى هم، وهذا تتحول إلى هؤلاء من المفرد إلى الجمع بشرط أن يكون الاسم عاقل. نحن نتكلم عن الطلاب والطالب. So basically this and he will be changed to those and they in Arabic when they are followed by human noun like طلاب and طالب. واضح لكم يا شباب؟ طيب ننتقل يا أرحم إلى السطر الذي يلي أو للعمود الآخر، غير العاقل، non-human، تفضل. هذا كتاب جديد، هو من أمريكا. طيب جميل جدا. هذا وهو في غير العاقل لا يوجد مشكلة، هي العاقل وغير العاقل سواسية، لا يوجد مشكلة. المشكلة فقط تأتي عندما يأتي الجمع. أكمل وأقرأ الجمع لو سمحت يا أرحم. هذه كتب جديدة، هي من أمريكا. طيب حتى أختصر عليكم، نحن نستخدم المفرد المؤنث، نحن نستخدم المفرد المؤنث this and that، هي، هذه وهي، عندما يكون لدينا الجمع مؤنث أو غير مؤنث، على أهم شيء غير العاقل. إذا كان غير عاقل
نستخدم معه المفرد المؤنث. So to keep it short, we use singular feminine if it's followed by non-human plural nouns. Okay, واضح لكم يا شباب؟ واضح لكم؟ نعم شاء الله. واضح لكم؟ So we use هذه because it's followed by كتب plural non-human, and we use here as singular feminine because it talks about كتب which is non-human books, non-human books. So if you have non-human, we use singular feminine form. واضح لكم يا شباب؟ نعم. أنا أقول واضح عندما أشرح بالإنجليزي معذرة. لكن هذا الفرق البسيط الذي أريدكم أن تركزوا عليه. مذكر، مفرد، جمع، مؤنث، لا يوجد مشكلة مع العاقل على الإطلاق. عندما نأتي لغير العاقل ننتبه إذا كان الاسم غير عاقل جمع. غير عاقل جمع، غير عاقل جمع. واضح لكم يا شباب؟ نعم. التمارين سوف توضح لنا كل ذلك. حول الخبر في كل من الجمل الآتية إلى جمع. طيب انظروا ما هو الخبر. الخبر هي الكلمة الثانية بيت، حولناها إلى جمع فأصبحت بيوت. فقلنا هذا بيت وهذه بيوت. لاحظتم الفرق هنا؟ أننا لم نجمع هذا وهذه. So we need to change the second word from singular, which is بيت, to plural like بيوت. طيب, it's written between brackets, so don't worry, you don't need to bring something from your mind, it's over there. سنأخذ مثال أو مثالين ثم نترك الباقي لكم. نبدأ من مبارك من جديد, ولعل مبارك يعطينا الجملة الأولى والثانية أو الكلمة الأولى والثانية. السطر الأول تفضل. هذا نجم, هذه نجوم. إذا نقول هذه. طيب والتي تليها؟ هذا سرير, هذه سرور. طيب هذه سرور, لا يوجد فرق. ننتقل إلى أرحم. تفضل يا أرحم. هذا درس, هذه دروس. هذه دروس. طيب والتي تليها؟ هذا دفتر, هذه دفاتر. إذن حتى مع الجمع استخدمنا هذه 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 هذه, لأن هذه الجموع غير عاقل. So we use this, the feminine form, because it's followed by non-human nouns. نجوم, سرور, دروس, دفاتر. طيب, نجوم, stars, سرور, beds, دروس, lessons, دفاتر, notebooks. طيب, لعلنا نختار أمرا مختلفا لا يوجد لدينا هنا. طيب, نريد أن ننتقل إلى هارون, ولعل هارون يعطينا العمود الأخير, العمود الذي هنا, العمود الرابع. نريد هذا العمود. تفضل. هذا حمار. طيب. هذه حمر. أحسنت, هذه حمر. لماذا؟ لأنه غير عاقل. انتبه, هل تريد أن تجعل الحمار عاقل؟ انتبه, لا تقول هؤلاء. هذه حمر. طيب, وتلك سيارة, ماذا تصبح؟ تلك سيارة, تلك سيارات. أحسنت. لماذا؟ المفرد المؤنث. لماذا؟ سيارات غير عاقل. أنا اخترت هذه لأن كل التمارين الذين لدينا هذا هذا هذه, لا بأس. الآن أنا انتقلت إلى تلك. أكمل التي تليها. ذلك نجم, وتصبح تلك نجوم. يا سلام, أحسنت, شكرا لك يا هارون. أكمل الأخيرة. هذا كلب, هذه كلاب. أحسنت. لو كان لدينا اسم عاقل فسوف تختلف هذه التمارين, ولعلنا نأتي إن شاء الله من خلال بعض التمارين. باقي هذه الجمل
أريدكم أن تقوموا بحلها واجب. أتوقع أنكم تعرفون أنه أمرا سهلا. نعم إن شاء الله. طيب، فقط عليكم استبدالها، وعليكم أن تلقوا انتباهكم وتعطوا انتباه للجمع الغير عاقل، وجميع ما لدينا من كلمات هي جموع غير عاقلة. لعلكم ترون كلمة فندق وفنادق، تعرفون كلمة فندق؟ كلمة فندق هي كلمة لعلها جديدة، وكنا نقول هي هوتيل. طيب، المكان الذي يسكن فيه الإنسان غير المنزل. طيب، ولعلكم يعني تعرفون كلمة دفاتر، قلنا لكم معنى الكلمة. طيب، هذه الشريحة تقريبا واضحة لكم، ستكملونها إن شاء الله في المنزل عندما تعودون. ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك. أشر إلى الأسماء الآتية باسم الإشارة المناسب للقريب. لدينا هذا وهذه للمفرد مذكر ومؤنث، وهؤلاء للمؤنث وللمذكر. طيب، so we need to use this this and that and those for something that is close to us. هذا is for masculine, هذه for feminine. هؤلاء is used for both masculine and feminine as we discussed before. طيب يا شباب، نبدأ من مبارك مجددا، ونبدأ بكلمة رجل. ماذا تقول مع كلمة رجل؟ هذا. أحسنت، هذا. والجملة التي تحتها؟ هؤلاء. هؤلاء، هؤلاء. طيب، ونعود إلى أرحم، تفضل يا أرحم. هذا كلب. هذا كلب، هذا كلب. وماذا نقول في كلاب؟ نقول هؤلاء كلاب. هذه كلاب. أحسنت، لماذا لم نقل هؤلاء؟ غير عاقل. أحسنت، لأنها غير عاقل. أحسنت، because it's non-human we use this as singular instead of using these is used for masculine and feminine when they are followed by human nouns only. If it's non-human we use this which is for feminine. هذه. طيب، أكمل التي تليها يا هارون، تفضل. هذه عين. أحسنت، هذه عين. دروس. هذه دروس. أحسنت، هذه. ماذا عن التي تليها؟ هؤلاء مدرسون. أحسنت، وماذا عن التي تليها؟ هؤلاء أخوات. لماذا لا نقول هذه أخوات؟ لأنها جمع. أحسنت، لأنها جمع، وكلاب جمع، لكن هذه جمع عاقل. أخوات عاقل. طيب، واضح لكم؟ نعم. أريدكم أن تكملوا هذا التمرين الذي عليه دائرة بالأحمر عندما تعودون إلى المنزل. إذا وجدتم أي صعوبة اسألوا. إذن علينا أن ننظر، عاقل غير عاقل، عاقل غير عاقل، مفرد غير مفرد. So we need to focus singular plural. This is the first one. The second one, we use هؤلاء for plural. But if the followed noun is non-human, we use هذه as the only form for non-human plural and singular. واضح لكم يا شباب؟ no. إذن هذه تستخدم للمفرد المؤنث، وتستخدم أيضا للجمع لغير العاقل. لغير العاقل، لغير العاقل. واضح لكم؟ طيب، ننتقل إلى الشريحة التي تلي ذلك، ومزيد من أسماء الإشارة. أشر إلى الأسماء الآتية باسم الإشارة مناسب للبعيد. قبل قليل كنا نتكلم عن القريب، والآن عن البعيد. ذلك مذكر بعيد، تلك مؤنث بعيد، أولئك بعيد، مذكر ومؤنث، مؤنث ومذكر. طيب، ذلك، so that is only one form in English, but we have ذلك for masculine singular. تلك masculine, feminine, singular. أولئك is used for plural, which is too far, masculine and feminine.
But we need to pay attention when it's non-human, we are going to use something different. طيب نبدأ مجددا من مبارك. أعطينا هذا ذلك أم هذه؟ ذلك طالب. أحسنت، ذلك بالفتحة. وماذا عن البنت؟ تلك. أحسنت بنت. نقول ماذا؟ تلك لأنها مؤنثة. طيب وماذا عن سرير؟ ماذا نقول يا أرحم؟ ذلك سرير لأنه مفرد، ذلك سرير. وماذا عن الكلمة مدرسات؟ أولئك مدرسات. طيب أحسنت، ننتقل إلى هارون. تفضل طلاب. أولئك طلاب أو طلاب. أحسنت. وماذا عن بنات؟ أولئك بنات. So no difference between بنات and طلاب. Masculine, feminine, plural, we use أولئك. نستخدم مع those. نستخدم مع أولئك. طيب ماذا عن سرور؟ تلك سرور. أحسنت. الآن لم نستخدم أولئك لأن سرور غير عاقل. Because سرور is non-human, beds, we use تلك. The feminine form. تلك the feminine form. The same like هذه. Feminine form, singular, used with plural non-human nouns. واضح؟ طيب ماذا عن حاج نقول؟ هيا هارون. ذلك حاج. أحسنت، ذلك حاج. طيب لعلنا ننتقل إلى العمود الأخير فقط يا مبارك من باب التأكيد. نجوم، ماذا نقول؟ تلك نجوم. تلك، لماذا لم نقول أولئك؟ جمع غير عاقل. غير عاقل. وماذا عن دراجات؟ تلك دراجات. مجددا تلك دراجات. إذن هذه للقريب وتلك للبعيد، تستخدم مع غير العاقل. مع غير العاقل. واضح؟ So this for the near and that for that far. Masculine. Is it masculine? No, it's feminine. Singular, used when they are followed by non-human plural nouns. Example, نجوم, دراجات, etc. Okay? واضح لكم يا شباب؟ واضح لكم؟ أحسنتم. إذن هذه النقطة مهمة جدا، أريد منكم التركيز عليها. كثيرا ما يخلط فيها حتى متحدثو اللغة العربية. فأنتم عليكم أن تراجعوا وتستخدموا هذه الكلمات. بعضهم إذا أتت بعض المفردات لأنه يأتي من ثقافة غربية يظن أن هذا الحيوان مثل الكلب أو القط أكرمكم الله، يظنون أنه لابد أن يستخدموا معه العاقل، فهم يسمون الكلب هي وهكذا. لكن في اللغة العربية نحن ليس لدينا ذلك الشيء، ليس احتقارا وإنما هي اختلاف للثقافات، فلا بد أن ننقل الانتباه، لا نستخدم إلا ما هو صحيح وإلا ستفهم الجملة بشكل خاطئ. فلا يمكن لنا أن نستخدمها حتى مع الحيوانات لأننا نرى الحيوانات غير عاقل. إذن التصنيف لدينا عاقل وغير عاقل. Human, non-human. That's why I said human, non-human. So don't use for non-human. If they are animals, don't use the other forms. We use the feminine singular form. This, هذه, that, تلك. واضح؟ هذه وتلك. واضح لكم إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب ننتقل إلى التمرين هنا، وهذا التمرين مهم جدا ويعني يوضح لنا خلاصة كل ما يعني نريد أن نذكره. لو لاحظتم عندنا أسماء الإشارة للقريب وأسماء الإشارة لماذا للبعيد، وعندنا العاقل وغير العاقل. لو قسمناها من هنا لعرفنا أننا في شكل صحيح. لعلنا نقرأ السطر الأول من مبارك. نريد هذه أن تقرأ هذه يا مبارك. هذا طالب. الجمع منها
هؤلاء طلاب. طيب إذن اختلف عندنا، هذا مفرد أصبح جمعه هؤلاء للمذكر. طيب so we use هذا as a singular masculine, and when we change it to plural masculine طلاب we said هؤلاء، وبعدها يا مبارك تحتها مباشرة هذه طالبة، لا نقول هذه للطالب، لا نقول هذه طالب، نقول هذه طالبة، والجمع منها هؤلاء طالبات. أحسنت، استخدمنا هؤلاء. لاحظوا للعاقل الجمع هؤلاء، للعاقل الجمع هؤلاء سواء مذكر أو مؤنث. So هؤلاء is used for masculine and feminine plural. No big difference. ننتقل إلى أرحم وننظر لذلك البعيد، اسم الإشارة للبعيد. ماذا نقول؟ اقرأ الجملة. ذلك طالب. ماذا حدث عندما حولناها إلى البعيد؟ أولئك طلاب. أحسنت، ننزل إلى السطر الثاني وننظر. ذلك تحولت إلى المؤنث وأصبحت تلك طالبات. طالبة، طالبة واحدة، تلك طالبة، والجمع منها أولئك طالبات. طيب للبعيد مثل ما قلنا هؤلاء للقريب للمذكر والمؤنث، نقول أولئك للمذكر والمؤنث البعيد. الاختلاف هذا تتحول إلى هذه، وذلك تتحول إلى تلك. هذا قلم وتلك سبورة، هذا طالب وتلك طالبة. لكن عندما نقول هذا هؤلاء طلاب وأولئك طلاب، هؤلاء طالبات وأولئك طالبات، لا اختلاف. هؤلاء وأولئك مذكر أو مؤنث لا اختلاف. So if it's human we use هؤلاء for the close one either feminine or masculine. We use أولئك for the one that is far from us, masculine and feminine, no big difference. واضح؟ ننتقل لغير العقل وهي الخلاصة، وهذا أهم ما يوجد لدينا. تفضل يا هارون اقرأ الجملة. هذا بيت، لأنه مفرد، هذا بيت، ولأنه قريب غير عاقل. ماذا المؤنث ماذا يصير؟ هذه بيوت، تحولت إلى هذه لأن الجمع هنا الجمع لدينا غير عاقل. هذه بيوت، لا نقول أولئك هؤلاء بيوت. لا نقول هؤلاء. We don't say هؤلاء because it's non-human بيوت. طيب وذلك ذلك بيت. أحسنت، وتلك بيوت. أحسنت، وتلك بيوت. إذن استخدمنا المفرد هذه وتلك لأنها تبعت بغير العاقل. من المفترض أن تصبح لو كنا نقارنها بالأعلى لقلنا هؤلاء بيوت للقريب، ولقلنا أولئك بيوت للبعيد. لكن لأننا نتكلم عن غير العاقل نقول هذه بيوت للقريب وتلك بيوت للبعيد لأنها جمع. طيب واضح؟ لو كان قلنا هذا طالب وأردنا أن نحولها إلى أنثى ماذا نقول؟ هذه طالبة. ولو قلنا كما هو مكتوب في الأعلى، طيب كما هو مكتوب في الأعلى في المثال الذي يتضح لكم هنا. طيب هل هذا واضح لكم؟ نعم واضح إن شاء الله. واضح لكم؟ نعم إن شاء الله. طيب لا تنسوا، أريدكم أن تكملوا التمارين التي ذكرناها مع بعضنا البعض وتكتبوها. عليكم أن تخرجوا وتستخدموا هذه المفردات تحدثا، هذا وهذه، تلك ذلك وتلك، لابد أن تستخدموها. هؤلاء أولئك لا مشكلة عندما يكون جمع أو مذكر، جمع مذكر أو مؤنث لا يوجد أي اختلاف. إذن هذا ملخص ما كان لدينا في درس اليوم، وإن شاء الله بعد أن تقوموا بحل التمارين سوف نناقشها في الدرس القادم. حتى ألقاكم في ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.